لآل سعود الذين يتبرؤون لا نستلم ديالا، والحجاج اليوم ب25، مع أني أفتي وأتحملها، الحج في هذا الزمن إعانة لآل سعود على باطلهم، ولا يجوز حتى ولو كان طاعة، لأنك في أقل الأحوال ستصلي خلف السديس عدو الله، وسيدعو لمولانا خادم الحرمين الشريفين بطول العمر والنصر على الأعداء الذي هو أنت، وسيدعي لطائراتهم بأن تدك حصون المجوس والرافضة والذين الذي هم أبناؤك وأبنائي، وأنت مغفل. التبعي الذي سنذبحه في صنعاء عاده أشرف وأنزه وأعقل منك يا من ذهبت للحج من صدق، بيدعي عليك بلاعنك، بيسب أباك، بيسب أمك، بيدعو للطيار هذا المبروك خالد بن الوليد زمانه القعقاع، طبعا ما بش قعقاع ولا طبلة كلها أسماء وهمية، القعقاع بن عمرو، أنا أتكلم جد، هذا اسم وهمي اختلقوه لنا لجل البطولة. لآل سعود الذين يتبرؤون لا نستلم ديالا، والحجاج اليوم ب25، مع أني أفتي وأتحملها، الحج في هذا الزمن إعانة لآل سعود على باطلهم، ولا يجوز حتى ولو كان طاعة، لأنك في أقل الأحوال ستصلي خلف السديس عدو الله، وسيدعو لمولانا خادم الحرمين الشريفين بطول العمر والنصر على الأعداء الذي هو أنت، وسيدعي لطائراتهم بأن تدك حصون المجوس والرافضة والذين الذي هم أبناؤك وأبنائي، وأنت مغفل. التبعي الذي سنذبحه في صنعاء عاده أشرف وأنزه وأعقل منك يا من ذهبت للحج من صدق، بيدعي عليك بلاعنك، بيسب أباك، بيسب أمك، بيدعو للطيار هذا المبروك خالد بن الوليد زمانه القعقاع، طبعا ما بش قعقاع ولا طبلة كلها أسماء وهمية، القعقاع بن عمرو، أنا أتكلم جد، هذا اسم وهمي اختلقوه لنا لجل البطولة.